الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتهم.